وبشأن موضوع منع تل أبيب من بناء جدار فاصل على الحدود في لبنان، ينضم معنا لمناقشة هذا الموضوع عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اللبناني السيد عبد الرحمن صلاح الدين. أستاذ عبد الرحمن، بداية مرحبا بكم. ما هي أهداف الاحتلال من بناء جدار على حدود لبنان؟ يعني هو بطبيعة الحال إسرائيل تعاني من مشكلة وجودية تتجلى في محاولتها بناء مزيد من الجدران حولها، سواء في الضفة الغربية والآن على الحدود مع لبنان ومع غزة وغدا في الجولان. هذا يؤكد على المشكلة الوجودية التي تعيشها إسرائيل في محيطها، وهي مشكلة دائمة لن تحل إلا بإنهاء الاحتلال بطبيعة الحال. يعني هذا على المستوى الاستراتيجي. على المستوى الأمني أظن أن إسرائيل تتحسب أكثر لقوة حزب الله في لبنان، وتريد منع أي محاولة تقدم بري عبر مثل هذا الجدار في حال حصول أي حرب ممكنة، أو منع خروقات أمنية إن صح التعبير، أو تخفيف أي خروقات أمنية لحزب الله، خاصة أنها تقوم بتوجيه ضربات لحزب الله في أكثر من منطقة في سوريا، وبالتالي تريد أن يكون أي رد لحزب الله مضبوط بمنع حزب الله من الدخول إلى داخل أراضيها. لماذا يراد بناء الجدار الآن؟ من المعروف أن المنطقة الآن تشهد تصعيد ضد حزب الله وضد إيران، وربما يعني الملف السوري يتجه إلى نوع من الحل، لكن هذا الحل قبله يسبقه نوع من التصعيد ولعبة عض الأصابع بين الأطراف. لذا فإن إسرائيل تريد لأي معركة مقبلة إن حصلت أن تكون وفق شروطها هي، وليس وفق شروط حزب الله أو وفق شروط إيران. لهذا بتقديري أن إسرائيل تريد التحرك بهذا الموضوع. أيضا هناك سبب آخر، ربما إسرائيل تريد تحريك موضوع الحدود مع لبنان، لأن هناك فعلا يعني احتياطات من النفط بحيث شبه مؤكدة في المنطقة البحرية الجنوبية من لبنان، عفوا احتياطات غاز يعني، وبالتالي هي تريد أن تفاوض لبنان على جزء من هذه الاحتياطات لاستخراجها، وبالتالي فتح ملف الحدود البرية والبحرية قد يساعدها في تحصيل حصة أكثر من هذه الاحتياطات الغازية. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أعطى أوامره للتصدي لأي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الصهيوني عفوا، لتشييد الجدار. يعني ماذا سيترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك هو أن النشاط الأمريكي في حول هذا الموضوع، يعني إرسال ساترفيلد ديفيد ساترفيلد إلى تل أبيب ومن ثم إلى بيروت، هو يأتي نوع من الوساطة الأمريكية ومحاولة أمريكية لتهدئة الأوضاع، وأنا أقدر أنها ربما نجحت يعني. وبالتالي قرار مجلس الأعلى للدفاع هو كان ليس رسالة للداخل وإنما رسالة للخارج، وأتت الاستجابة الأمريكية السريعة لهذا الموضوع. لبنان وإن كان يختلف حول سلاح حزب الله، إلا أنه في قضية السيادة اللبنانية والأراضي اللبنانية ووحدة الأراضي اللبنانية، فهناك إجماع لبناني بطبيعة الحال حول هذا الموضوع، وأيضا ووحدة المياه الأقليمية اللبنانية التي هناك يعني مطامع لإسرائيل فيها لاستغلال الثروات الموجودة فيها، والتي لبنان فعلا يعني أطلق منذ شهرين مشروع استغلال الغاز في المياه اللبنانية ومن ضمنها المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. أين ميليشيا حزب الله من كل ما يجري؟ نحن في لبنان الآن على أبواب انتخابات، وبرأيي أن مثل هذا التصعيد يخدم حزب الله انتخابيا. حزب الله الآن على أبواب انتخابات نيابية، وفي قانون انتخابي جديد سيقلل من فرص القوى السياسية، أو يعني سيقلل من نسبة، يعني ربما سيؤدي إلى ظهور قوى سياسية أخرى، وبالتالي حزب الله أرى أنه سيستفيد بأقصى ما يمكن انتخابيا مما يحصل بصفته مدافع عن لبنان او رمزا للمقاومه. بالتالي هذا التصعيد الاسرائيلي هو يخدم على المستوى السياسي حزب الله انتخابيا في هذه اللحظه، لكن ربما على المستوى الطويل كما قلت واشرت يخفف من امكانيه ان يقوم حزب الله بعمليه اقتحام بري كما هدد سابقا. هناك تهديدات سابقه لحزب الله بانه اي حرب مع اسرائيل سيرسل مجموعات لتدخل في داخل فلسطين المحتله. هذا يعني ان هذا الجدار هو يحاول منع حزب الله من ارسال قوات كوموندوس لتقتحم داخل اسرائيل، وان اي معركه ستكون في الاراضي اللبنانيه والسوريه وليس في الاراضي الفلسطينيه التي تحتلها اسرائيل. من اسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، شكرا لك.